والله شوف يعني راح ناس يطبون يتخيرون الحمد لله يا رب، اللي يحبونها يون وايد، والمجانين بعد اصدقائي الصغار في ترى في غير نجوم ان شاء الله فهمت. نجوم شاشه، راح ان شاء الله كثر ما نقدر يصير في عندنا ناس جدد شويه نحن معاهم. طريقه البرنامج جديده، طريقه يعني تحسون ان اتس رياليتي شو، شيء واقعي وقريب من الناس اكثر من انه بس برنامج مسابقات، لان احنا دخلنا في السناب شات وهالامور فصارت الرياليتي هي محبوبه بشكل انا ما أكبر. عندي برنامج هذا السنجاب لهذا حطيت السنجاب السنجاب انا اسميه سناب شات سناب شات اسميه السنجاب ما عندك للحين ما عندي ريلي ساكت الحين انستغرام وساكت الحين هدرنا بعد حط سنجاب ما بي لا بس راح يصير التواصل بيننا وبين المتابعين بيني وبين اهلي بين هيون واهلها بيننا وبين كل الناس جدا قريب، يعني ممكن نحسون هم البرنامج لهم واحنا اللي زايرينهم. بس هم انت ما عندك سناب شات؟ انا ما عندي لان صدقيني يعني اللي سويته بالانستغرام وكافي لا بعد ما هي مسويه سوي لها مني مين مسويه؟ ها ريم. طيب تبارك الرحمن قل اعوذ برب الفلق. يسوون برامج مسابقات يوقفون، انت مستمره؟ لا اله الا الله. شو السبب؟ اقوم اذبحك لا اله الا الله تبارك الرحمن كانتي الوطن قلت لا اله الا الله مستمره وهذا الديكور لا اله الا الله يب جمال يب فاطمه وهذا هو الديكور لا القصد من السؤال ان هل ان الواحد يعني باستمراريته بمعرفته بالاشخاص وعلاقته وياهم ولا اللي يقدمون سيزون يختفون في بينهم مشاكل؟ شوفي هو اول شيء العلاقات حب الناس لك غنيمه اكيد. طبعا احب اشكر ابو محمد خليل التميمي على يعني استقباله الاتصالي والوطن والاداره يعني ما قصروا بصراحه وقناه يعني فنون كلهم ما قصروا للامانه. هو انا واحب اوجه كلمه شكر هم للاستاذه هبه حماده مسكينه لها ومي الصالح لان لاخر لحظه احنا يعني كنا نعاني في يعني محطات معينه يعني اكيد الناس عرفتها بدون هذا لكن يعني في ناس هي وقتها قبلنا يعني خذوا مكاننا قبل لا احنا نخلص شغلنا يعني كان في اتفاق مع هبه ايه وكان في اتفاق في اي لا في في ويعني ولا هانت المحطة ولا هذا يعني بالعكس لكن ليش لا صح ممكن الناس هذه تبي هالفرصة خل تاخذ هالفرصة صح صح يعني مو إلا أن هيونة تطلع في هالمحطة هذه 24 ساعة اللي هي الام بي سي صح. وبعدين ترى من أجمل الأشياء أن نقتنع بكلمة لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك بالعكس بالعكس أنت تعطيها حق الأجدام تجيك مليون ايه أنا بنت ام بي سي وأحب ام بي سي وقدس احترام كبير لهالمحطة لأن لو ما هالمحطة ما صرت صراحة يعني ستار بيج ستار في خلال هالأربع سنين والله هيونة أنت بنت كل مكان يحترم أدائك ويحترم شخصيتك بس في يعني برنامج ماني ذاكرة الاسم يمكن يصير يمكن مثلا ما أدري شنو الظروف لكن يعني في ناس خذوا مكان وقتنا خذوا مكان شغلنا وبالعكس خلي هذه فرصتهم أنه يعني يشوفون نفسهم ليش لا صح وممكن وخيرة لنا كنتوا من نصيبنا يعني. الحمد لله الحمد لله بالعكس أنا ما أحب أتحكى عن أي محطة لأن أنا بنت الكل يسموني صح أروح مني معروفة هيونة أروح ام بي سي أروح الوطن أروح دبي أروح الراي أنا يبا من 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 الجميع أنا بنتهم ولا أحب أطعن بحد ولا ممكن هالسنة ما طلعت مع ام بي سي طلعت مع الوطن هذا بيتي وداري ومكاني وأنا بنتهم ممكن السنه الجايه اطلع بالوطن اطلع بام بي سي هم نفس الشيء ناس يعني تتابعك متابعه انت من الكل طيب هالسنه راح تشتغلون مع مخرجنا علي حسن اي حلو شفته وينه بالكنترول هذا هو اليوم قلت يعني اليوم عرفت في شيء بعد وايد جميل انا دائما اشوفه ويمت حق شغل اكثر من مره بس من احلى الاشياء اللي فيه انه اذا جاء بيسولف يسولف عن شغل يعني اتس ايفن ورك ولا لا نبي نشتغل نبي نسوي كذي نبي ترى وايد سايره كول صح ان ايفن وورد مش شنو هذا لازم تخرج من مدرسه خاصه 13 سنه انت بالحلقه ما تصيرين ايفن كول بعد لا لا انا والله شو اسمه كملت لثالثه ثانوي وتهاوشتي النظره وطردوني المشكله تدرين وين اقول كول وايفن وما ادري شنو واقول لك تجنين علي وجن عليك يعني خلطه ما ادري شلون صايره الحين
وكل ما بكمل مسائي يا ادش مستشفى يا مجلس طايره، واخر مره جيت الامتحانات ابوي ما حب ما كملت. نكمل برمضان شايف وين مسائي برنامج مسائي مسائي برمضان يا خي، حتى المنازل صعبه. اول 10 دقائق نقدم عقب ندرس احنا ويا العالم. اي والله ما كنت كذي والله. طيب احنا لو نقول انه ان شاء الله يكون في جزء ثاني السنه الجايه. امين ان شاء الله. ليش لا؟ اذا يبنى نجاح باهر ومتابع ومشاهد، وهذا مليون بالمية موجود. لا الظهر بنشيل اللوكيشن مالك هذا. لا 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 انا بصراحه ابي امول وما بها الطاولة تغير. يا ريت. بس انا قلت لك ما قعدوا عليها الا ثلاثة. ايه؟ الورد والاكل وشوجي. وشوجي. احنا نقعد عليها. لا 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 صدقيني انقعدت. لا لا ينكتب عنك كلام مو زين. فاصل. ما يمدينا. طيب حتى لو نقول ابو محمد راح يكون السيزون الجاي ان شاء الله باذن الله موجود. ان شاء الله. ليش لا؟ راح نخلق منافسة كذي. لا ان شاء الله. بالعكس منافسة تكون شريفة. حبيبي. وانا وايد احبه وايد اعزه وقلتها على كذا محطه. وايد حابه اللي قاعد اسمع. اي لا حتى على ام بي سي اخر لقاء قلت مع هذا شو اسمها. وللامانه يصير اقول شيء كلامنا واعي. لا 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 مو كلامنا واعي. اروى قلتها خليها علينا. قلتها بالعكس جابوا لي صورته وحطوها حتى لما شالوه قلتها وين مديته؟ يعني بالعكس يعني اخر مره شفته قبل يوم او يومين يعني بالمؤتمر في شيء يعني الحمد لله. إيه في الله يغير يا رب العالمين. ذاك اليوم قعدنا نسولف طبعا ترى هي كل ما طرتها تدمع عينها. لا تقول انت تدمع عينها يا معده. لا لا بعدين يقول لا انت بتفج قدام الناس. لا 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 ما تنزل الدمعه بس تعرفين الله ناس تسوي لي مساج شجون حبيبتي يصير هو شيء تعرفين يعني بالقلب بالقلب احساس. وحتى هو لما يذكرها والله العظيم انا لما اشوفها كم مره عشره بين يغلط باسمي يناديني هيونه بالبرنامج كم مره اللي بينهم شيء وايد اكبر حتى لا من زعل ولا من. وقبل انا قبل 4 ايام انا قاعده مع ابو محمد ومع ابو عبد الله ومع مع مع رائد مع بالفيديو يعني اللي انتشر بهالفيديو كان اقول له ترى وقعت وما ادري شنو وترى من والله العظيم من كيفه مسك التليفون وانا كذي انا صار فيني لما بارك حق هيون انه يعني يا جماعه ايش فيكم؟ في ساعات الناس ترى تكبر المشاكل بس اللي بالقلب بالقلب. انا من اول ما صار الموضوع للامانه كنت اقول ان الناس كبروا الموضوع ما حد راح يشوفها بهالدنيا. صح صح ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا يغير عليكم يا رب العالمين كل الوسط لان للامانه في قلوب نظيفه بالوسط طبعا يستاهلون بعض حرام طبعا حرام. لو نقول انه ايضا في لوحات كانت في البرامج المسابقات اللي طافت في برامجكم لوحات غنائيه. شوفوا احنا اليوم ان شاء الله داشين انا والله انا تمنيت ترى لوحات غنائيه لانها حلوه وتسوي جو على صح. فكره يعني بس اللي انصدمت منها قالوا ها لا ما في كليبات ما في لوحات في لعب في كنا دي جي معانا في عندنا طريقه جديده دي جي او ما ادري وين المخرج مخرج مخرج بالكنترول قولي له في دي جي معانا لا لا في طريقه جديده في يعني نيو كايند اوف ميوزك الواحد دين عليها حبيت اي يعني ما عادي تشوفيني داشه بطار ومو الا اي شيء وطين طخه وفايزه فهمت لا انا معروف انا فاصل عندي موض الشمراني هذا في عندنا اليوم ان شاء الله الاستديو داشين طبعا دعي الخليفه الشيخ دعي الخليفه نشكره جدا الحين رايحين له اي هو اللي يعني مهتم فينا بهالموضوع راح ندش استديو والموسيقات والكلام وهذا هو متحمس الشيخ مشكور جدا جدا شيخ وايد متحمس حقي وحق شجونه شيء وايد وعلى فكره ترى كلمني الشيخ دعي يقول هو يدعم الشباب دائما لا قال لي انا وايد مستانس ان شجون ردت معك الحمد لله على فكره اقول لك اياها يعني اشياء وايد قمت تقولونها على الهواء انا وايد مستانسه فعليك احنا هذا معناته ان انا دخلت من ضمن الفاميلي طبعا عشان سمره وكويتيه وشي وهذا والله خلنا نصير نفسه سوات سوات عرفنا من مصادر خاصه ايش راجب مصادر هيونه ان توقعتي مع تلفزيون فنون وتلفزيون الوطن بالذات ولكن عدم التصريح طلبوا منك بشكل سري بحت ايه ليش؟ في البدايه ولما هي نزلت مع خليل ابو محمد انا تضايقت للامانه عاش من يضايق اي لا لما نزلت لان يعني متحمسين حيل 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 وابو محمد حاتي وانا حاتي ووايد امور ترى يعني فانا اللي ضايقني انه ما بالخبر ينتشر الحين انا اقول لك ابي انفهد تخاف من العين اي إيه؟ منو ما يخاف من العين؟ لان مذكوره بالقران صح زين وبعدين لا ابي 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 اقعد
ابي اشوفها، ابي احاكيها، ابي اعرف يعني احنا شنو بنسوي، شنو بنخلي، شنو بنحط. فما بي ان احنا يعني نبط السالفه صح على بنا يلا وقعنا وخلصنا وكذي وانا ما اعرف شو السالفه. صح. فانا لازم اعرف شنو ثوبي، شنو لونه، شنو اكلتي، شنو شربتي، يعني عاد اللي راس المال. لا الماما لا مو ان انا قاعد اقول لك ما ابي احد يدري، لانه من دروا الناس اشتغلوا عليه على الانستغرام على الواتساب. يعني انت التزمتي بالسريه؟ انا التزمت لاخر لحظه للامانه. حتى ياسر العيله لما دق علي قال لي هيا بناخذك مكالمه، فنطروا علي شويه لان الموضوع بعده يعني ما استوى عدل. صح. فللامانه صح انا كنت حاطه ماسك، حتى دزيت صورتي حق ياسر العيله حاطه ماسك كامل. ياسر ضحك قال لي خلاص طيب. وللامانه ما كنت ابي ادش، انا ما ادري شنو اقول. لحظه ياسر، شنو الصوره عندك بتنزلها على الهواء؟ رحنا صوره الماسك. لا ما راح ينزلها عادي، ما يهم نزلها. حياتي والله عادي ياسر نزلها. نطلع فاصل صغير رادين نتحكى بادق التفاصيل. ياسر قلب مفتوح. اي يعني قلب مفتوح. ها تقولون انا كذي يعني؟ لا مو قلبه مسكر الحين، صارت كذي. من اللي طلع هالافشات والحركات؟ انا انصدم والله. انا اقول لك تقعد هي وفهود يلعبون. اي والله فهود اللي مسويها. والله تجيني ولازم نسوي. بعد شو اسوي وياها؟ شو اسوي؟ يعني هالسنه راح يكون في فقرات، اتوقع 6 فقرات. نعم. مقسمين مع ان برامجكم اللي طافت كانت 3 فقرات. يا وهذا راح يصير اسرع. شوفي للامانه هيون ما شاء الله خفيفه على القلب. حبيت. وانا اتمنى اني ما قحص على قلوب احد، يعني ان شاء الله اكمل. ف حسنا غير وشكلنا غير. معانا بعد حبيبتنا روان الركيبي ومكياجها وخبرتها وشعرها واشيائها. التلبيسه انا بالنسبه لي يعني هالسنه ما نبي ندش في الخرز والشك والمشن. فانا يعني رحت معرض مشاركين فيه شفتي معرض فيه اللعبه اللي كانها صدقية. هذا هو قالوا لي كله كويتيات. فاللي طلعته من هالمعرض اثنين، اللي هي يعني المصممه لطيفه والمصممه فاطمه المرزوق. ف وعندي طبعا من القائمه الاولى عندي وحده اسمها العائله بنت الصالح. أنفال الصالح. أنفال الصالح داشة معي بكذا قطعة. وحراير. حراير هم والله كلمتهم. يعني مو ملتزمة باسم واحد برمضان؟ لا لا لا، أنا هالمرة للأمانة أبي كذا كويتية تلبسني، أبي أطلع بلوكات حلوة. زينب العلي. زينب العلي خفيفة الدم. تهبل. إي ملابسها خفيفة الدم. وضحكتها تعجبني صراحة للأمانة. وأنفال الصالح لما رحت لها وايد عجبتني لوكاتها للأمانة. أما بالنسبة حق البنتين اللي اخترتهم من المعرض، هذيلا توهم ناشئات، توهم يدد. فأنا قلت بعطيهم فرصة للأمانة، لبسهم كيوت كاجوال حلو. حلو. فأبي أي كويتية تبي تشارك بقطعة بقطعتين لي شجون ستايلها كاجوال. يعني إي فليش ما نعطي بنات ديرتنا فرصة؟ مثل الحين شجون عطيناها فرصة، نعطي هم هذيلات البنات فرصة. صح. إنه يثبتون وجودهم. صح. أنا وايد مستانسة إنه يعني هالسنة اللي داشين معي كلهم كويتيات ومبتدئات ويعني بس أنفال الصالح لا طبعا، زينب العلي لا، هذيلا أساتذة في اللبس. العام كان ملبسني جسميكم حلوة الديتش. وي إيه. 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 معروف إيه. الحين بديتش او كذا وحده بعد إيه كذا وحده انا نادي ديتش للامانه إيه. طيب الحين لو نقول ان الفقرات هذه معتمده على شنو؟ معتمده على يعني شوفي خفه الدم. هو بيت في 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 خوات ثنتين تقدرين تقولين ان كنا اهلهم، يعني هي فكره البرنامج ان اهلهم مسافرين هوم الون وبنسوي برنامج برمضان. ونبي نفوز العالم، ومن الحين الوطن فنون قاعد اقول لكم جوائزكم كلها رايحه من اول يوم. بقى بس هي على الاقل اول اسبوع هي كذي لازم بعد بنفرح العالم. اسئله عندك؟ عندنا سيايير طبعا في طريقه جديده. عندنا سيايير طبعا. والله ما ادري في عندنا انا هي تحكي على البرامج ترى انا ما ادري ايش السالفه. والله زين منو قايل لك؟ منو مسولف لك؟ انا سالت. لازم تسوي سيرش. لا انا سالت زفني خليل. انت دائما خليت متكتمه بالسريه. حلو. فعندنا مواضيع مع السياره يعني ما راح تكون مسابقاتها نفس
نفس كل مرة أن أختار لك مفتاح ولا لا، راح يشوفون مفاتيح السيارة موجودة قدام عينهم. كم يعني سيارة؟ راح عندنا أكثر من 5. صدق؟ إي والله زين. لا لا سكة وعيل عيش اسمعي أوكي. لا لا وعندنا ما شاء الله واجد سبونسرات حق البرنامج، يعني وايد أشياء. طريقة الديكور مال البيت، يعني البيت بما حمل، بحوشة، بجراج. والله هذه قاعدة مع المؤدين؟ أقولك تسوي سيرش. يما احب شغلي تبارك الرحمن تخليها. هذا الكبوس مخزنه فيه معلومات. لا هذا الملون موجود. اوكي الحمد لله يا رب. ترى يعني اللي خلاني مستمر شغلي من اول. ترى اقول محاميها ياينا ها؟ ليش؟ هي قاعد محاميها بعد خاف طبعا بسوي شيء ولا شيات محاميها يرفع علينا شكوى. ودام انكم طريتوا خلينا نغير الموضوع. دام انكم طريتوا موضوع اللبس طبعا مساعد المطيري ذا بيرسونال شوبر من هارفي نيكلز احبه اموت عليه. هذا منو اللي هارفي نيكلز؟ يسلم عليك حيل. هارفي نيكلز. منو هذا؟ مكان بأفنوز كبير حيل تشترين فيه هدوم محل بس غالي يعني ما يخلص. تشترين فيه هدوم وما يخلص يعني انت تشترين القطعة وما يركبون القطعة. يعني نفس لندن وحاطين أكثر من لاينات. اسمه لندن اللي نروح له هذا؟ لا 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 مو نفسه. مو هذا نفسه تقولين ما يخلص. لا هذاك غير اللي تيره بالليل ديكور تين الصبح ديكور. لا هذا غير. حلو. وفي ترى هم حاطين يمكن أكثر من 4 لاينات حق مصممات خليجيات بعد. سو I'll wear من هارفي نيكلز. وديني هارفي نيكلز ان شاء الله. متى توديني؟ شيل الكبوس. متى توديني؟ تفضلي عشان تسأليني السؤال اللي بخاطرك تسأليني. جاوبتيني عليه لما كنا بالمكالمة. لا بس طلع شوفي طلع صبغت عشان لا احد يقول لي ايش سالفتك. لحظه الحين متى توديني؟ اوديك اوديك بس ذهبي فليساتك. لحظه شنو هارفي نيكلز؟ هارفي نيكلز تقول لك ذهبي فليساتك. اي عاد نذهب شو السالفه؟ ليش ما نذهب؟ لا انا اللي بصير لك بيرسونال شوبر يعني انا باخذ زياده. من أولها واحد بايع واحد شاري. طيب الحين سرعة البديهة تبارك الرحمن ثنتينكم تملكونها الحمد لله يا مع المتصلين. هل راح نشوف اللي كان يصير في المرات اللي فاتت قد يكون في اتصال ينوخذ من شخص لآخر؟ لا شوفي هذه النقطة أنا بتكلم عنها دقيقة. أن أنا يعني اللي صار العام قلت لكم هذه وأرجع أقولها أنه مو مقصودة هي فلانة. هي على الأقل شوية تفهمني أفهمها. الفكرة العام اللي تكلمنا عنها ان انا وياها شرايك فلازم يصير مداحة. لازم مداحة ولازم خناق لازم غيرة بس بالتمثيل مو الناس صدقوها حيل. بس الناس صدقوها حيل. ممكن هي شوية ضايقت شوية زعلت لكن انا مو قاصد ان انا صدق ما احبك او صدق انا قاعدة امثل المعدة والمنتجة وكلهم قاعدين معاك وقالوا لك ما يشوفون الناس ورا الكواليس. اي بس للامانة هي محترمة وجيدة وخلوقة لكن الناس أوف كبروا الموضوع اوف اوف تسوي لك من الماشري حبيت لازم. إيه؟ هذا معناته ان هي طباخه فعليك 30 يوم برمضان ما دشت المطبخ كل يوم وانا وراها. انا كل يوم اشوف بس ما ذوق. انا مره جبتك مطبخ زبادي طبعا. اي لا طباخه شيء راح اشوف عصيده برمضان بنشوف كل شيء. وزهبك دورك من زمان مو زهبك دورك لو سمحت. الورق عنب ما عينك كل شيء لو سمحت ترى ما في بيننا الا ها. لا انا اوريدي برنامجي سفره بس تعرفي شلون يعني ان شجون شوي تفهمني افهمها من العين من الهذا ولو تزعل علي ولا في شيء بتشيله بقلبه بنتي بتقولي ترى شويه ضايق ترى هذا استقبل انا لكن مو ان على الهوى تسوين شيء وتقولي والله لا ارادي لا ارادي لا استريحي. وبعدين في طريقه في استقبال الاتصالات انا امانه الموضوع اللي قاعد تكلمون عنه ما ادري شنو هو بس ادري منو المقصود بس ما شنو المشكله. طريقه الاتصالات لها طريقه جدا بسيطه. ثانك يو فيري ماتش. بغيت كونكشن الراس عادي ولا يهمك. خلش لا يبه حبيبتي اوكي. اللي بياخذ الاتصال الو سلام عليكم حطيك ابو السلام عليكم بيتسابق معنا سواء كان يبي يكلم هيون عقب المسابقه اخذ هيون كلمها على عيني وراسي واللي يبي يكلم شوجي عقب ما نخلص السؤال بيكلمني ف there is a way how to communicate يعني شيء جدا سهل وسريع الحمد لله يا رب. طيب احنا لو نقول ان اكيد على فكره انا اي احد يشتغل معي ذا يعني من المنتجين او هذا يقولون حق اللي معي هل انت تقدرين على هي تقدرين تواجهين هي بالكوميديا واللعب والغشمره؟ يشوفون هيون شيء صعب لانه تلعب يعني على سهل يعني سهل انا متنع. بالعكس انا احب الكل والعب مع الكل واذا في شيء ضايقك تعالي قولي لي. الامانه مفتاحك سهل. ايه
مفتاحها ترى الاحترام وال والادب. اعطيني قدري اعطيك قدري. كلنا كلنا واعطيك زياده يعني تبارك الرحمن. يعني دائما نشوف البرامج لما نشوف فيها تناسق معناته ان الاثنين حابين بعض وشغالين مع بعض. لكن لما نشوف تاتش صغير قد يكون من اداريا مو انا انت بغيت ايش ولا يهمك. الحين نقول ان راح يكون في اي عيد ميلاد؟ لا مو عيد ميلاد، القرقيعان. القرقيعان الى اي حلقه القرقيعان؟ بعد البريك راح نتكلم عن القرقيعان. عطلة لا معي محامية صايرة وين ما تروح محاميها وراها. الحمد لله لا أبوي هذا خوش محامي الحامي رب العالمين خوش محامي هذا المحامي يعني تقولين أي كلمة لا تخافين أقول كذي حضرة المحامي قولي الطيب الله يسخر لنا ناس. أي والله القرقيعان شلون؟ قرقيعاننا غير شكل، يمكن تفافيخ ما ينقرقع فيه. ومسيرة لا 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 كل شيء بنسوي غير احنا يعني. قرقعنا حلو اور تراديشنال موجود في جنون الديكورات الحلوه. حلو يعني فاتحين الباب انه يشاركونكم اليهال. طبعا القرقعان ما يسوي لازم ايه. وفي فرقه وفي ان شاء الله هذه شغله يعني زهبون دراريهم اليهال. بعد انت ما تدري عندنا جمانه الشراح وعبد الله فهم هم اربعه ما شاء الله. لا جمانه من الناس اللي ما شاء الله جمانه جوجو عجيبة. إيه لا لا تخافين عليها جوجو بتضبطنا عدل. لحظة عندكم جمانة؟ إيه. وأحمد صباح؟ إيه لو سمحتي إيه. بعد نايف النعمة أربعة نعم. عمر الغصاص والنعم خلود أبو المجد سمعتي المعدين الحمد لله يا رب. بندر سليمان. لحظة منو عيال المعدين برنامج الحين؟ عشان تعرفين احنا مدللين. لا 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 الدلال كذي انسحب مني هالسنة. عليكم بالف عافية مكان النفس والروح اكيد يا بعد عمر. نبي نقول انه اكيد الحين البيبي الجديد يبي له عناية هي. اوف برمضان شلون بيكون الوضع؟ الله والله برمضان متلاقين عربان تهني داخل وخداماته وراه ثنتين ولا انا خاشتها بالسياره وهي قاعد دوره. والمشكله بعد عندي تمتوم تامي. اي يا اختي اي وبقولي فهد شوي صار ريال بس حبيبي. عندي اثنين هذيله شوي متعبيني. البنوتة شوي يعني حنانتا خذت وضعها حنانتا ولا غيره؟ وين حنانتا غيره؟ دوره شفتي دوره؟ اسم الله شبه دوره. قلت الحين انتم وين رايحين؟ انا جايه هني وهذا مامي ودي بيبي جمال دكتور بابا ودي سياره. ها ماكو جمال بس عاد خليهم. اي لا بتشوفينه يقولون كنت تبين جمولي اسمر. اي والله ماكو ثلاثتهم بيض. يا اختي خليني ساكته لا قطع حكي ترى مو قد. طيب الجديد شو الجديد؟ شنو الجديد؟ بعد البرنامج بعد عبالي تقولين حق شجو شنو الجديد؟ انه يعني شنو في؟ اعمال اعمال. ان شاء الله عقب 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 رمضان في مسرحيه حق عيد الاضحى. حلوين هي اللي احنا رايحين فيها الحين السعودية. اسمها بنات فاشن. صارت بنات يعني فاشن. حق العيد ولا رمضان؟ لا عيد الفطر للحين ما اتفقت عليه للأمانة. عندي أكثر من 7 ديلز وما شاء الله كلهم يقولون الزين عندي ولكن السالفة مو بس بادجت يعني تبين نص وتبين مسرح وتبين لا الحين لازم انت من يده ويديد تختارين وتأسسين. لا الحمد لله يا رب. والمشكلة اللي صارت لي بالمسرح للأمانة كان ودي اليوم أطلع الحكم عشان الكل يشوفه. أنا كاسبة القضية الحمد لله يا رب اللي رفعت علي من زمان وساكتة لأن الواحد لما يجي يكسب قضية ولا لما يجي رفع عليه قضية مو ما لمشي وشهر وأقول ترى أنا كسبتهم بالأخير إخواني وأهلي وربعي. لما جو قاضوني قاعد يتعاملون معي بالطريق القانوني والقانونيا الحمد لله يا رب فهد رد عليهم وكسبت القضية على فكرة بالحكمين بالاستئناف والتمييز. فالحمد لله يا رب ما علي أي مشكلة يعني مسرحي بيتم مسرحي وناسي بيتمون ناسي وما عمري أصلا هديتهم ومشيت إن شاء الله ما عليك. بس هي الحمد لله يا رب بس هي لعبة تقدرين تقولين بس علشان شجون تخسر شيء من اللي عندها. لا إن شاء الله إن شاء الله ما وللعلم تخسر. الصدمة تدرين شنو ربك يعوض البني آدم بطريقة والله العظيم أنا أنحرج فيها قاعد ببيتنا أبكي يعني الله رد لهم الصاع صاعين مرة ومرتين وثلاث. أنا اليوم قاعد أمشي بالأفنوز الحمد لله يا رب. في ناس تطالع مثلا أنا حسبالي أول ما يتقرعت حق المسلسل أنه ممكن
المجتمع يكش مني، بس مجتمعنا طلع وايد مبطل، وايد فاهم، وايد مستوعب ان خلاص الناس الحين ما يحكمون على برا، يحكمون انت على انت تستاهلين. الحمد لله مجتمعنا يتقبلك بشكل غير، لو العالم كله يشوفك بشكل لله. غير تظل الكويت تشوفك بشكل لله. غير. وبعدين انا بنت مصدقيني والله العظيم، حتى لو جاتني ايام ضريت فيها روحي للعلم يمكن اندم عليها، ذاك مره بلقاء من لقاءات قلت لك في اشياء يمكن ما اندم عليها، من الاشياء اللي اندم عليها الحين لما اجي اتذكر ان انا في واجد ناس يشوفون روحهم فيني. يعني انا ما بقول لك انا مثل كل بنت كويتيه، بس بالعكس اتمنى ان انا اكون شيء حلو حق 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 بنات الكويت وحق بنات الخليج، حق الانسانيه صح. بالذات تخيلي يعني بالنهايه كانسان قاعده احاول كثر ما اقدر ان اشوفني من برا مثل ما انت تبي يا عمي، يا ربي بس شوف اللي داخل الحمد لله يا رب، اللي داخل هذا الاهم، هذا اللي بجت احاسب عليه اكيد. طيب الحين لو نقول ان هيونا يمكن مؤخرا كنت في ندوه خاصه لوزاره الاعلام، أعطيتي فرصة كبيرة للصحفيين ومدحتي الفنانة الكويتية ودعمتيهم، إيش قلتي؟ والله أنا لما تكلمت عن الصحافة يعني بالعكس الصحافة تمثلني، تمثل أي فنانة ناجحة في مجالنا، والصحافة يعني لها أساس في نجاح الفنان للأمانة. صحافة تمثل صوت الإنسان. أي يعني الصحافة لها دور في نجاحي، في نجاح أي فنان. فيعني بالعكس انا يعني وايد يعني صراحه عورني شويه قلبه يعني على بعض الصحفيين اللي انحرموا من الكتابه، الصحفيين الجيدين الثقال هذيل اللي ما يتعوضون. وبالنسبه حق يعني دعمي للفنانه الكويتيه تكلمت صدق، قلت الصدق انا ما جامل ولا كذب، الصدق ينقال. يعني الحين في بعض المنتجين، انا الحين منتجه وعندي شركه، لو بتقدمين تقعدين سنه سنتين الترجين عشان يعطونك. فيعني وتواصلين وتودين الناس وتجيبين الناس وما ادري شنو وهذا كذي وهذا كذي. وفي بعضهم اللي مقدمين نصوص يعني مو مع احترامي لهم احترامي للجميع قاعد يعطونهم، بس هم يعني مو اصحاب المؤسسه ولا اصحاب الشركه نفسها ولا عيال الديره مثل ما يعني معناته بمعنى اصح نقدر نقول ان الفرص غير متاحه بشكل كافي لابناء البلد طبعا منزها. وبعدين بالنسبه حق التمثيل يعني كم فنانه كويتيه يكون عندها عمل خلصته يمكن صدق ما تقدر تكمل، بس الاولويه ترى لها مو حق الاجنبيه، احنا عيالها وزاره الاعلام يعني احنا عيالكم. فلما انتم تعطون منتج منفذ فلوس يعني نبي قرار انه ينزل ان انت الاولويه في العمل هذا يعني تصير على الاقل 40 45% كويتيين صح. ما قلنا 100% صح عشان تقدر تقول ان العمل كويتي. هذه نقطه صح. النقطه الثانيه بتطالعين مسلسلاتنا لا هم يحملون لهجتنا، مثل في مسلسل ماني ذاكرته انا يعني الحين الامارات هو دراما ما شاء الله عليهم اشترطوا وهذا الشيء الاولويه حق الاماراتيين فعلا. حتى انا لو بقدم منتج منفذ حق الامارات اقسم بالله بالحرف الأولوية يجيبوا إماراتيين للأمانة. قطر نفس الشغلة، كل ديرة تبي تطلع طبعا صح ولا لا إيه؟ أكيد فنها هويتها أهلهم. بالعكس إحنا إذا أنتم ما يدعمون عيالهم وأهلهم من اللي يدعم صح. المهم للأمانة يعني اللي أشوفه أن الكويتية قاعدة والأجنبية شغالة. المسلسل اللي أنا أتابعه حلو متابع، لكن اللي يدقق هذا شيء انا ما اعرفه، هو هذا منك راح وهذا يا مني، وانت شاليش فيها يا هذه يسمونها فنانه كويتيه؟ لا مع احترامي لكم هذه مو فنانه كويتيه. انا ما اعيبكم ولا ما ابيكم تشتغلون وبقعدكم ببيوتكم، لا والله حشا لله، لكن اذا في ناس قاعده ببيوتها كويتيه لا تقولون دقيتها ولا تقولون دزيتوا نصوص، انتم ما تدزون. في البعض يدور الرخيص يروح ورا الرخيص، لكن انتم احنا اسامي، انتم احنا نجوم، انتم احنا اسامي نتسوق حاليا. ليش انا اسمي يعني تلفزيون اخر يسوق، فما بالك ان انا ديرتي من الاوائل ومن المصنفات الاولى في الانتاج الفني؟ هذه ما فيها زعل، هو فيها عتب بس ما فيها زعل اكيد. في فنانه انا اول مره اقولها هي شوي حب الحصري يعني في قعدت الحصري بصراحه انا ما قلت ولا تحكيت، انا هذا كلامي واقع وكل من يقوله، بس انا اقوله ما طق الطار عوي، اقوله على الهواء ما احطه بقلبي لانه ما ارضى على بنات ديرتي
وايد في كويتيات، ليش تقولون وين الكويتيات؟ اولهم الهام الفضاله، بنات البلوشي، بنات البلوشي، مي، هند، برام، ملاك، ابرار، المفيدي، فاطمه الصفي، هنادي الكندري. وهم نتحكي عن الخليجيات، هم يمثلوننا بناتنا بثينه. يعني وايد وايد صراحه. وللامانه هم انا احب عبير الجندي، تعتبر منا وفينا، باسمه حماده، هدى حسين، هذول يعني هم بناتنا، صح ولا لا؟ أكيد. انا هم اتكلم عن الفئه الجديده اللي الحين قاعد تنشا تطلع علينا. يبو هو كلامك في محله، لكن على قولتهم كل من يفهمه مثل ما يبي. لكن خذانا الوقت، خذانا الوقت، في وقت احلى راح يكون برمضان. انا من اول اللي ينطرونا بصراحه، نورتونا بالوطن وبيتكم ومكانكم. وان شاء الله راح نشوف برمضان الشيء الحلو. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، عساكم تعودون ان شاء الله. شكرا عليكم، اعطيتونا حلقات كامله. اذا انطر الوطن راح تدلل هذه السنه، لان الوطن فيها راح يكون اكثر من شيء حلو. كل القنوات فيها قمر، الوطن راح يكون فيها قمرين. في السالفه احنا قمرها. Ha ha ha.